لماذا ندرس التوحيد؟ أم سبتش توحيد هندبن؟ ندرس التوحيد لأن التوحيد هو حق الله على العباد. أم توحيد هندبن؟ چونكي توحيد حق ربي على مية. خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. أم هاتني يرات المشكلة سبق أم ربي على مية توحيد وياك بقرن. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. ربي على مية توعي عبادتي بتوحيد قبولناك. ولا يدخل جنة إلا موحد. جنات داجي موحدة بيشتر أهل توحيد بيشتر تكاسنا كبي زيادة في الحسنات وحسناتي بخمبر حسناتي ماذا حسناتي موازينة عملي ماذا أود هزيدة تكفير السيئات قني ماتنا بخشاندني التوحيد هو أوجب الواجبات وأول الواجبات توحيد هنبونا ويا واجبة فرضة يكية